عندك الغيارات بتاع الموتوسيكل، الغيار الاولاني والتاني بيرزعهم، والغيارات مش تقيله، بيرزع ومش تقيله، وطول ما انت ماشي بالموتوسيكل تلاقي العصايه عماله تتحرك فوق وتحت زي بالمنظر ده. بص على العصايه كده، هتلاقي العصايه عماله تتحرك فوق وتحت اهو، واخد بالك؟ المشكله بتكون فين؟ المشكله ان طقم المسمار بتاع الموتور اللي بيكون رابط الموتور في الشاسيه، المسامير دي بتكون سايبه. اتفرج كده على المسمار التحتاني اهوت، شايف كده معايا بالراحه؟ هوريك، هوضح لك اكتر. اتفرج كده، شايف الموتور بيعمل ازاي؟ الموتور سايب من الشاسيه، فلازم تربط طقم المسمار اللي في الموتور في الشاسيه، القواعد اللي هي المسامير اللي زي دي كده، المسامير اللي زي ديت، الاربع مسامير اللي قدام، المسامير التلات مسامير اللي فوق، لازم تربط المسامير كويس، لان المسامير ديت طول ما هي سايبه هتلاقي ان انت ساعه ما بتدي الغيار الموتور بيقوم جاي رازع. لكن لو الغيارات عندك تقيله لازم تظبط الدبرياش، يعني لو الغيارات تقيله لازم تظبط الدبرياش معاك من فوق او من تحت.